أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا اخترنا لكم اليوم السيد مصطفى عبد الرزاق جحا، المالك والمؤسس لشركة الأهلية لتجارة اللحوم. أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج، نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعة اليوم. يا أهلا وسهلا فيكم. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين على شخصك الكريم. مصطفى عبد الرزاق جحا، أنا جيت من سوريا بالألفين على الإمارات العربية المتحدة، وجيت على دبي طبعا مثل باقي كل الناس جاءوا شيء على دبي، وما شاء الله شفنا الإمارات إنه منيحة وكويسة كتير للناس تقعد وتأسس فيها. وبعدين انتقلت إلى إمارة عجمان، كمان كانت بعد الإمارة صغيرة وعجبتني، ومثل ما بيقولوا الواحد يعني حسب دماته واحد أكيد، وقعدت فيها واستقريت وبلشت بالبزنس تبعيتي اللي أنا بالمهنة اللي أنا جاي فيها من بلدي. طيب خبرنا أكثر عن سبب اختيارك لمجال اللحوم. اختياري بالنسبة للحوم لأنه هي مصلحتي أنا أبنى عن جد، يعني نقدر نحكي الخبرة هي الطاغية على افتخر فيها، يعني أنا أنه مصلحتي يعني هي بالنهاية. طيب وارثت عن أبي وعن جدي مثلا. ممتاز، حابين نعرف أكثر عن أنواع اللحوم المستوردة، تصدير، أعطينا نبذة مختصرة لطيفة خفيفة عن شركة الأهلية لتجارة اللحوم. بما أنه هون البلد يعني هي مستورد للحوم، فأنا فكرت أنه أسس شركة استيراد تصدير، أني يعني استورد لحوم من الخارج وبلش يعني فيها بالإمارات. تمام، هل عندكم تصدير إلى خارج دولة الإمارات ولا استيراد فقط ولا استيراد وتصدير؟ خبرنا أكثر عن مجال العمل. يعني إحنا استيراد وتصدير، يعني استيراد من برا وإعادة تصدير لمجلس التعاون الخليجي. ما شاء الله عنكم، نتمنى طبعا لكم دائما النجاح والتوفيق. طبعا منافسة في كل مجالات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة منافسة شرسة، حابين نعرف عن المميز في شركة الأهلية لتجارة اللحوم عن باقي المنافسين. نحن ولله الحمد يعني تميزنا بالمصداقية والمهنية والصدق مع الناس والإخلاص بالعمل، ونقدم شيء كواليتي يعني جودة عالية للناس، والناس هي قيمت الشركة الأهلية وحبت اللحم الموجود فيها وبلشوا يعني يشجعونا بهذا الشيء، والحمد لله كبرنا مع البلد والبلد كبرت وناس كترت وبدأنا احنا شوي شوي يعني نكبر مع البلد. طبعا دائما المصداقية هي السبب اللي دائما بيخلي أي عميل انه يرجع على نفس الشركة او على نفس المصدر او المورد مثل ما بنحكي. خبرنا، حابين نعرف منك نصيحة للمستثمرين سواء من داخل دولة الإمارات أو من خارج دولة الإمارات اللي حابين يستثمروا في الدولة. والله نحن ننصح يعني جميع الناس اللي بده يجوا يستثمروا بالإمارات، أول شغلة يعني يفكروا فيها إنه على المدى الطويل، لأنه البلد هاي ولله الحمد عم تكبر يوم بعد يوم. الحمد لله. واللي بيكون صادق مع نفسه وصادق مع الناس بيكبر مع الأيام وبصير له اسم وبيلمع، انه هاي البلد ما شاء الله يعني عملت بصمة وعملت مثل ما بقولوا سمعة كبيرة للتجار بشكل عام، بما انه هون الناس يعني من عم توافدوا عليها من جميع انحاء العالم. صحيح. وفيها تشارك يعني مع جميع الجنسيات، مع جميع الأديان، مع جميع الثقافات، فقدروا يخلقوا تجارة يعني فريدة من نوعها بغض النظر عن بلاد الشام او بلاد اخرى. فالتعايش هون والسلم والأمان وكذا خلى الناس تكبر وتصير في عندها مصداقية أكثر مع بعضها البعض، رغم الاحتكاك ورغم التعامل، أنه أنت هون تتعامل مع كل الجنسيات. صحيح. ومع كل مختلف الثقافات، ومصداقيتك هي اللي بتخليك بتقوى وبتثبت وبتكبر. والحمد لله هون البلد والقائمين على البلد ما شاء الله عنه يعني زرعوا هذا الشيء بيروح المستثمرين ويروح التجار، انه ما تخافوا نحن وراكم. صحيح. يعني انتم عليكم تشتغلوا ونحن وراكم دعم وسند.
بكل ما مقومات الحياة، يعني قدمونا كل شيء الواحد بيقدر يعني يشتغل فيه، ما في شيء ممنوع، ما في شيء لا، ما في شيء إعاقات، الأمور سهلة جدا، تقدر تصدر وتقعد تستورد وتقعد تصدر، يعني ما في إعاقات هون. ما شاء الله يعني أهل البلد كتير متعاونين ومتساهمين مع التجار بحيث إن التجارة تكبر وتنتشر وتصير عالمية. صحيح. فقدموا دعم قوي للتجار، مشان هيك بتلاقي كل تاجر بيجي صغير من بلده هون بيكبر بسرعة. فهذا كله من خلال الدعم اللي عم يعطوه إياه الحكومة، لأنه الأول والأخير التاجر بده دعم من الدولة. أكيد بالفعل. وهون ولله الحمد يعني عندهم رؤية كبيرة كتير كبيرة مستقبلية بأنه يصيروا عالميين، وصاروا والحمد لله. والتجار الصغار هون كمان صاروا عالميين مع الدولة. بالفعل. مشان هيك إنه التاجر اللي بيجي لهون ما يخاف، يعني أنا بشجع كل إنسان اللي عنده طموح اللي عنده فكرة يجي ينفذها بالإمارات، لأنه ما في أرض خصبة ولا أرض طيبة مثل هالأرض هاي الطيبة وهالأرض الخصبة. بالفعل. وهالناس الطيبين اللي بيرعوا مصالح الناس وبيخافوا مصالح الناس وبيرعوا التجار الصغار، بيقووهم بيعطوهم دعم، يعني خاصة التاجر الصغير بيخاف، بده بيئة خصبة، بده ناس دعم، ناس تدعمه. فهون لله الحمد في قوة شرائية في البلد، الدولة عم تساعد والبنوك عم تساعد، كل الأمور اللوجستية موجودة متوفرة، الطيران، يعني كل ما يساعد للتجارة موجود ولله الحمد على مستوى عالي. فمشان هيك التاجر يعني ما يخاف هون، بينتشر وبيكبر بسرعة. فيعني إنه الإنسان اللي بيجي لهون يحط قرش صغير بيكبر بينما مثل البذرة بتحطها وتعطيها مي تسقيها بتكبر. صحيح. وهون نفس الشيء. صحيح. ولكن بالنهاية يعني كله توفيق من رب العالمين، وكل إنسان وكل مشاهد نصيب. أكيد. الإنسان اللي بيكون صادق مع نفسه وصادق مع الناس بيشارك الناس بأموالهم. صحيح. يعني أهم شيء الصدق والمصداقية مع النفس. أنت صادق مع نفسك، صادق مع الآخرين تكبر. والتوفيق لله الحمد من رب العالمين بالنهاية، أكيد كل المجتهد النصيب. أكيد. طبعا دائما ما كانت الإمارات أرض خصبة لجميع المستثمرين سواء من داخل أو من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. أستاذ مصطفى، حضرتك موجود ومتواجد في دولة الإمارات من سنة 2000، طبعا ما شاء الله عنكم 22 سنة في مجال اللحوم، ما كان ممكن يصير هذا الشيء بدون رؤية وهدف واضح. حابين نعرف رؤيتك وهدفك لنحكي 5 سنين الجاية في شركة الأهلية لتجارة اللحوم. احنا رؤيتنا ان شاء الله مستقبليا نكون يعني اكثر من هيك انتشارا وتوسعا بكل الامارات. يعني احنا صحيح انطلقنا من امارة عجمان، ولكن عندنا رؤية ان شاء الله نروح على الشارقة، على دبي، على ابو ظبي، على العين، فاكيد بما انه هذيك الامارات اكبر واوسع واكبر انتشارا واوسع، فاكيد فهي نحن ان شاء الله مستقبليا فاكيد تكون يعني هي الفكره. طبعا نتمنى لكم دائم النجاح والتوفيق، وان شاء الله بتوصلوا لدول الخليج وليس فقط في دوله الامارات العربيه المتحده. دوله الامارات والامن والامان ونعمه الامن والامان في دوله الامارات. طبعا لا يسعنا ان نتكلم او مستحيل انه احنا نوفي حق هاي الدولة في هاي النعمة اللي أعطانا إياها رب العالمين أولاً، ثم شوف دولة الإمارات العربية المتحدة. بدنا نعرف من منظوركم ومنظور شركة الأهلية لتجارة اللحوم ماذا يعني لك الأمن والأمان، وكيف يساعد على استقطاب المستثمر في دولة الإمارات. ولله الحمد والشكر إنه هون دولة الإمارات للشيوخ، الله يطول بأعمارهم ويخلينا إياهم يا رب، يكون فخر لنا ولكل مواطن عربي ولكل مقيم على أرض هاي الدولة. آمين. هن دائما متواجدين يعني بكل مكان وحسن موجود دائما، الله يطول بأعمارهم ويمد بأعمارهم. يعني لولا هن نحن لا شيء. هن ما شاء الله يعني نشروا سمعة المواطن العربي. صحيح. للعالمية. قبل هاي السنوات المواطن العربي أو التاجر العربي ما كان مشهور مثل ما هلأ مشهور عالميا. يعني انت هون بدولة الامارات الناس عرفت كتير عن التجار العرب وعن المستثمرين العرب وعن الشعب العربي بشكل عام، يعني ما كان حدا يعرف، يعني في بلدان كتير ما حدا بيعرفها. أكيد. من خلال الامارات
ومن خلال الناس اللي قائمين على دولة الإمارات نشروا هاي الرؤية وهي السمعة للناس وخلوها بالعالم أجمع. أكيد. طبعاً بنحب كمان من طاقم عمل ABC العربية نوجه رسالة شكر لجميع شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. في نهاية لقائنا أستاذ مصطفى، حابين نعرف عن كيفية التواصل والوصول لشركة الأهلية لتجارة اللحوم. شركة الأهلية هي موجودة بإمارة عجمان وفي سوق قلب سوق اللحوم اللي هو المركزي، سوق اللحوم المركزي تبع الإمارة، بكل إمارة بتعرف في سوق، فنحن موجودين بقلب السوق المركزي تبع الإمارة، إمارة عجمان، اللي هي في عندنا جميع أنواع اللحوم، عندنا جميع ما لذ وطاب يعني للناس اللي بتحب أنواع اللحوم، من الأستراني للسلندي للجورجي للجزيري للكازاخستاني للسوداني، يعني أثيوبي هندي، يعني عندنا نحن ولله الحمد بنبيع لكل الجنسيات، وكل جنسية بيجوا لعنا بيلاقوا طلبهم، يعني ما شاء الله تنوع يعني وكل شيء موجود. نعم، عندنا نحن تنوع كبير بالنسبة للحوم ما شاء الله، فكل جنسية بتلاقي طلبة عنا. نحن هون عندنا الحمد لله متميزين بشغلة إنه ما أنا مختصين بس بجنسية معينة، فنحن محلنا مفتوح لجميع الجنسيات، أي جنسية بيلاقي طلبة موجود عندنا بشركة الأهلية تجارة اللحوم. ما شاء الله عنكم. طبعا جميع وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الهواتف سوف تظهر أسفل الشاشة. حبنا نشكرك مرة أخرى على الطلة البهية وعلى ابتسامتك الجميلة وعلى الاستقبال الرائع اليوم أستاذ مصطفى. شكرا لكم، شكرا خاص، ورمضان كريم ينعاد علينا وعليكم وعلى جميع أمة الإسلامية بالصحة وبالسلامة، وبالأخص على شيوخ الإمارات العربية المتحدة الله يسلمهم كل هذا يا رب، إن شاء الله هيك يديم الأمن والأمان يا رب على الإمارة وعلى الدولة كلها بشكل عام وعلى الشعب وعلى المقيمين وعلى كل شيء موجود على الأرض الطيبة يا رب. آمين يا رب العالمين. نحب نتشكرك مرة أخرى على ظهورك معنا اليوم في برنامجنا. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز الأستاذ مصطفى. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.